في فرع الهجرة والجوازات في مدينة سيئون، يعود المرفق للعمل مجددا بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب التدابير الوقائية من جائحة كورونا. هنا حيث تبدو الحركة طبيعية دون ازدحام، والسبب يعود إلى اتخاذ الفرع مسارا جديدا في استقبال الراغبين لاستخراج وثائق خاصة عبر الاتصال الهاتفي، يتم من خلاله تحديد موعد لاستخراج الجوازات، وذلك تخفيفا للازدحام الشديد والحد من المساهمة في تفشي فيروس كورونا. نتمنى من الأخوة المواطنين أن يلتزموا بالمواعيد المحددة لهم حسب الاتصال، وأن ياتوا في الموعد المحدد واليوم المحدد، حتى لا يسببوا لنا ازدحام في هذا المجمع بسبب وجود ما يقارب 20 إدارة في هذا المجمع، ولكون المجمع موقع تواجده في داخل السوق مما يسبب ازدحام كبير. استخراج جواز السفر في سيئون ليس حكرا على أبناء المحافظة فقط، بل يشمل جميع المواطنين من مختلف المحافظات، لا سيما الذين هم بحاجة ماسة لوثائق شخصية، خصوصا جوازات السفر للحالات الطارئة كالعلاج أو الدراسة، بالإضافة إلى خدمة تمديد وتجديد الجواز عبر تحديد أيام مخصصة للرجال وأخرى للنساء، الخطوة التي لاقت ارتياحا لدى المواطنين. هذه خطوة جيدة وفي هذا الظرف الراهن، وتسهل إجراءات المعاملة للمواطن، تخفف من الزحمة بوجود الزحمة، وفي ظل وجود كورونا لابد من اتخاذ إجراءات مثل هذا. في تسهيلات يعني الحمد لله تمام، نجرنا، باقي الآن التصوير، معاملة طيبة، والمدير يعني محترم ساعد معنا يعني والسهل. صعوبات كثيرة يواجهها فرع مصلحة الهجرة والجوازات في سيئون، تتمثل في المبنى القديم ضمن مقر السلطة المحلية، فيما ترتفع الأصوات المطالبة بسرعة إنجاز العمل في المبنى الجديد المخصص للفرع الذي سيعمل بدوره على استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين والتخلص من الازدحام ووقف المتلاعبين من المحتالين بمعاملات الناس. خطوة إيجابية اتخذها مكتب الهجرة والجوازات بالوادي والصحراء، سهلت بصورة كبيرة معاملات المواطنين خاصة الذين يأتون من خارج المحافظة، وكخطوة احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. حدد مسعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون.